واعتقد الاستعانة بروسيا والصين في هذه المرحلة مهم جدا، لأن هناك مصالح مشتركة وهناك ارتباطات للصين وروسيا مع الرياض، مع القاهرة، مع أبو ظبي، مع الدوحة، فبالتالي ننشط في هذا الجانب. الأمر الثاني الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ودعم موقف مصر والأردن، لأن أستاذ عمرو هناك مشروعين على الطاولة، مشروع أوغورا آيلاند اللي طرح بعد فشل كامب ديفيد في 2000 اللي كانت بين يهود باراك وبيل كلينتون و أستاذ منيف أنا بس تسمع حضرتك. أيوة فضل. وأيضا مشروع الترانسفير اللي طرحه الوكود. النقطة الرابعة التأكيد، وهذه أعتقد النقطة الثالثة ومهمة، يجب دعم الموقف العربي التاريخي من اعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بما تشكله السلطة الفلسطينية، ودعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لأنه أصبح أمر حتمي وليس هناك طرف فلسطيني للقبول بالانقسامات. النقطة الرابعة التمسك بحل الدولتين. السعودية نشطت في مبادرة السلام العربية في الفترة الأخيرة عن طريق الاتحاد الأوروبي وجامعة العربية ومصر والأردن. يجب أيضا العمل بشكل مكثف لمبادرة السلام العربية. الأمر الخامس طبعا الدعم الإغاثي والإنساني. تشكل السعودية بدأت في مرحلة الحملات الشعبية للتبرعات. الأمر السادس وأعتقد أنه مهم ومهم يصل المجتمع الدولي، كما صار حدث في مؤتمر الطاري لوزراء الخارجية العربي، نحن نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال من جميع الأطراف ولا نستثني أحدا، وهذا الموقف العربي، لأن الموقف العربي خيار السلام هو خيار استراتيجي. أعتقد هذه النقاط الستة ستشكل بلا شك خارطة الطريق للتعامل.